أهلا بك من جديد أستاذ رائد. كنت قد أهلا سألتك عن وسهلا. الركود الاقتصادي الذي بات هو محور الحديث في الاقتصاد العالمي. هل نحن دخلنا فعلا في الركود؟ وبالمقارنة ما بين الركود والتضخم، أيهما يكون أكثر وطأة على الاقتصاد وحتى على الأفراد؟ طبعا بالنسبة للركود الاقتصادي، يعني ركود، نحن نتحدث عن ركود، يعني توقف عجلة النمو بدل انكماش الاقتصاد، وقعه سلبي ونتيجة التضخم المرتفع، يعني نصل إلى مستويات الركود الكبيرة، أو عندما يفقد الاقتصاد مقدرته على النمو. طبعا التضخم في حالتين، حالة التضخم المتراجع أو الضعيف، أو وحالة التضخم المفرط أو المرتفع. معالجة التضخم الضعيف أسهل بكثير من معالجة التضخم المرتفع، ونحن الآن نعاني من هذه الأزمة، وهو مستوى التضخم المرتفع الذي وصل إلى أعلى مستوياته من أكثر من 41 سنة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بالنسبة لباقي الاقتصادات العظمى، وبلا شك ذلك يعطي تأثيراته وينعكس على الاقتصادات الأخرى. بالنسبة للركود الاقتصادي، نحن مقبلين على هذا الركود بشكل أكبر على معظم الاقتصادات، وبعض الاقتصادات تعيشه حاليا. الركود يأتي نتيجة تشديد السياسة النقدية لمجابهة التضخم المرتفع. لما نحن بنشدد السياسة النقدية، ترتفع لدي تكاليف الاقتراض، ترتفع لدي تكاليف على الأفراد وعلى الائتمان وعلى الشركات كذلك الأمر. بالتالي تتغير العادات الاستهلاكية، سواء كانت للأفراد أو منظمة للشركات. يعني بالتالي ذلك يضغط على النمو بمعنى آخر. بالتالي كل الشركات هذه والأفراد سوف يمتنعون ويغيرون من عاداتهم الاستهلاكية، سوف ينفقون بشكل أقل، سوف يتجهون لتوظيف أقل، سوف كشركات ممكن يكون في تعرض إلى تسريحات أعمال، وبالتالي ذلك لخفض التكاليف، لأنه أنا تكلفة الحصول على الأموال أصبحت أعلى وأكثر ارتفاعا، وفي نفس الوقت الذي هي مرتفعة فيه راح تكون في عندنا توجه للبنوك لاستقطاب هذه السيولة الجديدة، لأنه راح يكون في عندنا تقديم عوائد أعلى للحصول على سيولة إضافية بالنسبة للبنوك. هنا هذه هي النقطة الأهم، أنه راح يكون في عندي ركود بلا شك راح نوصل له طالما في عندي هذا التشديد وأسعار الفائدة المرتفعة وسحب السيولة من الأسواق، سوف يوصلنا إلى الركود الاقتصادي. ناهيك عن العوامل الأخرى مثل عودة ضغط الكورونا على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، التوترات الجيوسياسية الموجودة، وأزمة الطاقة في أوروبا. نضيف لهذا الأمر السياسات النقدية المتسارعة، خلينا نقول لمكافحة التضخم المرتفع. حتى لو خفف الاحتياطي الفيدرالي أستاذ رائد من رفع الفائدة، هل بالإمكان يعني تخفيف من حدة التضخم، عفوا الركود أيضا، على اعتبار بأن التصريحات الجديدة بأن الاجتماع القادم ربما سيكون هناك تخفيف من رفع أسعار الفائدة، وأن سيخفف هو من تجديد سياسته النقدية المتبعة لمحاربة التضخم، هل تفيد هذه أم لا؟ يعني احنا راح يكون في عندنا رفعات اقل ب 50 نقطه اساس بدل من 75 نقطه اساس، لكن هل سيتم التوقف عن تشديد السياسه النقديه او رفع اسعار الفائده؟ لا اعتقد هذا سيحدث حتى الربع الثالث من العام القادم. بالتالي نحن امام مزيد من الارتفاع في اسعار الفائده، كل ما يحدث هو تقليل وتيره رفع اسعار الفائده. اذا لنفهم السيناريو بشكل افضل، انه هل سوف يكون ركود ام لا، خلينا نرجع للفيدرالي الامريكي كيف انه كان متاخرا بالرؤية المستقبلية عندما وصف التضخم بأنه مؤقت، ومن ثم بدأ التضخم يخرج عن السيطرة، سارع الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية. إذا هو يعني بالسيناريو الأفضل بالنسبة للفيدرالي لا يريد التوجه نحو تشديد سريع في أسعار الفائدة والسياسة النقدية، وبالتالي رفعات سريعة وكبيرة في أسعار الفائدة، لأنه يعلم أنه قيام هذا الأمر أو قيامه بهذا الأمر سوف يسبب ضعف في النمو الاقتصادي وسوف يضغط على المعطيات. حتى الآن البيانات الاقتصادية التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية إيجابية وجيدة، يعني لا نزال نرى ارتفاع بالريتيل سيلز أو مبيعات التجزئة، لا نزال نرى سوق العمل، ولكن بالتدقيق في التفاصيل، لأنه كمحلل مالي يجب أن تنظر في الأرقام.
إذا نظرنا إلى سوق العمل على سبيل المثال، نلاحظ أن زيادات سوق العمل بدأت بالتراجع تدريجيا على الأقل في الأربع أشهر الأخيرة. كنا نحن بدأنا من 315 ألف إلى 245 ألف إلى 200 ألف متوقعة الآن، بالتالي نحن نتحدث عن زيادات أقل. وبنفس الوقت وصوله إلى مرحلة التشغيل الكامل كاقتصاد، نحن نتحدث عن الاقتصاد الأمريكي لأنه يؤثر على باقي الاقتصادات كلها، بالرغم من هذا الأمر والريتيل سيلز والمبيعات تجزئة جيدة والإنتاج التصنيعي جيد، ولكن أيضا التضخم لا يزال عند 7.7%، إذا هم يحتاجون إلى أن يكون هناك رفعات أعلى في أسعار الفائدة. بدأنا نرى بعض الملاحظات أيضا في سوق الإسكان ومبيعات المنازل والتوجه نحو الائتمان والاقتراض. إذا في عندي إشارات سلبية كافية تضغط على الاقتصاد الأمريكي أنه راح يكون في عندي ركود على الأقل تقدير في النصف الثاني من العام القادم. في النصف الثاني أستاذ رائد، يعني ما نلاحظه اليوم ربما بشركات التكنولوجيا، اسمها مجزرة الشركات، شركات التكنولوجيا، تم تصريح الآلاف من العاملين والموظفين في تويتر، في فيسبوك، في حتى أمازون. هل هذه هي البداية فقط؟ يعني نحن عم نتحدث عن شركات حققت قفزات نوعية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد كورونا. التكنولوجي أو البلو تشيب كانت من أكبر المستفيدين حقيقة بارتفاع القيمة السوقية، ولكن خليني أقول لك أنه الفارق ما بين القيمة العادلة أو الفير فاليو والقيمة السوقية لهذه الشركات أصبح يتسع بشكل كبير جدا، بالتالي عملية تراجع هذه الشركات أو يعني طرد العمالة أو خلينا نقول تسريحات الكبيرة التي تحدث لا تؤثر حتى الآن أو بالوقت الراهن في الدائرة الاقتصادية، رح نشوف تأثيراتها لاحقا مع غياب هذه المستهلكين عن الساحة وتغير عاداتهم الاستهلاكية. رح نشوف أول شيء نتائج عن مبيعات التجزئة أنه بدأت تتراجع، رح نشوف بعدين أنه رح يكون في عندي ارتفاع في معدلات البطالة، رح يكون أو بالتحديد طلبات الإعانة ضد البطالة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، رح نشوف ضغط أكبر، بالتالي التضخم سيتراجع. ولكن تراجع التضخم هو بفعل عزوف عن الشراء أو عزوف عن الاستهلاك، وبالتالي الضغط على الأسعار بالاتجاه الهابط، وهذا جزء طبيعي من الدورة الاقتصادية. ولكن على جودة الأداء التي كانت في الاقتصاد الأمريكي من الصعب جدا أن نشوف الشهر القادم هذا الأمر، بالتالي سوف يستمر وفق الوتيرة الموجودة أمامنا. ممكن نشوف الأداء السلبي أو الركود بمعنى الكلمة ممكن نشوفه مع النصف الثاني من العام القادم، خصوصا لازم نشوف توجه الفيدرالي، هل سيوقف أو سيتحدث عن عملية إيقاف في تشديد السياسة النقدية وتحقيق استقرار في أسعار الفائدة، أم هو مستمر بتشديد السياسة ورفعات أسعار الفائدة ممكن توصلها إلى ما فوق 7%. طيب فيما يتعلق بموضوع الطاقة أستاذ رائد، خاصة الهبوط الذي حصل بأسعار النفط، كيف من الممكن أن يؤثر على الدول المنتجة خاصة بعد قرار تخفيض الإنتاج المعروف؟ يعني هو السلاح الوحيد تخفيض الإنتاج حقيقة. المخاوف الركود العالمي، مخاوف تراجع الطلب، نحن عندنا ثلاث مدن رئيسية في الصين، أكبر مستورد للنفط أعلنت يعني عودة للإغلاقات الاقتصادية وعودة للريستريكشنز. نحن في عندنا ضغط على الطلب مستقبلي، بالتالي يعني المحاولات من المعروض وأوبك بلس هي محاولات يعني فقط تخفيض الإنتاج، وذلك لتحقيق التوازن في السوق النفطي. في الوقت الحالي التراجعات اللي نحن عم نشهدها أهمها أو أبرز أسبابها أنه عندي أنا الصين يعني تغرق حقيقة بمزيد من التشديدات، وكورونا تضغط عليها بشكل كبير جدا، وبالتالي ممكن يكون في عندي يعني آفاق سلبية للطلب المستقبلي. وفي نفس الوقت نحن عندنا يعني أزمة الطاقة نوعا ما التي كانت موجودة في المنطقة الأوروبية، يعني بدأت تصبح أقل تأثيرا على أسعار النفط، بالتالي شفنا بدء تراجع أسعار النفط. ومؤخرا قوة الدولار الأمريكي كانت سببا كافيا بمنع النفط أنه يتجاوز إلى مستويات أعلى، فلما رجع الدولار يتراجع بالاتجاه الهابط كان أوردي النفط كسر مستويات الثمانين، وهو يتداول دون مستويات الثمانين حاليا بالنسبة للWTI. بالتالي
الطلب المتراجع هو أهم الأسباب، وهذا الطلب المتراجع هو بنتيجة الركود الحالي لبعض الاقتصادات المهمة والركود المتوقع والمستقبلي لبعض الاقتصادات التي قد تأتي في العام القادم. بناء على ما ذكرته أستاذ رائد، كيف من الممكن أن نتوقع أو نتنبأ بالأسعار كيف ستكون في الفترة القادمة؟ هل تتجه إلى التراجع أم ماذا؟ أسعار النفط نتحدث عن إمكانية أن يكون تحت ضغط فعليا إلى أن يأتي موعد أوبك بلس بالرابع من ديسمبر. من المتوقع أنه يكون في عنا تدخلات بتخفيضات إضافية، في نفس الوقت ممكن أنه نشهد عودة وانتعاش بعض الشيء بالاتجاه الصاعد. إذا لم يكن هناك أي حديث عن تخفيضات إضافية من أوبك بلس في الإنتاج أو معارك نوعا ما على الحصص السوقية مرة أخرى بدأنا نسمع فيها، راح يكون في عنا ضغط كبير على أسعار النفط بالاتجاه الهابط، لأنه مثل ما قلت لك أنه الضغط الحقيقي هو من نتيجة أنا عندي طلب متراجع وأفاق ركود مستقبلي، بالتالي أنا يجب أن أخفض من الإنتاج في الوقت الحالي حتى أحقق على توازن أسعار النفط في المستويات الحالية، أستطيع منه أن أقوم بزيادة الإنتاج عندما يكون هناك طلب أكبر في السوق. حاليا يوجد تغطية كافية ولا يوجد نقول يعني خلينا نقول معروض يعني ناقص، إنما هو يفوق الموجود حاليا للطلب، بالتالي أعتقد أن ذلك يضع ضغط إضافي على أسعار النفط الاتجاه الهابط. طيب أتيت على ذكر الدولار، نعم على ذكر الدولار أستاذ رائد، عندما تحدثنا عن السياسة النقدية للفيدرالي، هل ينجح أعضاء الفيدرالي اليوم في دعم الدولار واستعادة قوته مجددا؟ كيف من الممكن أن نتنبأ أيضا بأداء الدولار عالميا كيف سيكون؟ طبعا البنوك المركزية لا تتدخل بشكل مباشر مسألة الصرف، وإن قامت بذلك فنحن نوصفه في عالم الاقتصاد بالتدخلات المباشرة والتي يعني تحرض ما يسمى بحرب العملات، فبالتالي البنوك المركزية تأثيراتها في سعر الصرف وبالأسواقية غير مباشرة. بالتالي يعني بالنسبة للفيدرالي أو أعضاء الفيدرالي، كل تصريحاتهم هي فيما يتناسب مع مستويات التضخم الحالية ويعني إمكانية الأفراد والأسر على مجابهة تكاليف المعيشة بشكل جيد. أعتقد بالنسبة للفيدرالي الأمريكي وجد متأخرا، أصف ذلك لأنه متأخر أصلا الفيدرالي بقراءة المنحنى الاقتصادي كاملا، يجد حاليا نفسه مضطر إلى أن يقوم بتقليص في رفعات أسعار الفائدة، بالتالي ذلك يعني بلا شك تم ترجمته في الأسواق أنه هي لهجة أقل تشددا من الفيدرالي. المستثمرين باعوا في السوق على أنه هذا سلبي للدولار الأمريكي، وهو فعلا هو سلبي للدولار الأمريكي، لأنه أنت كنت ترفع ب 75 نقطة أساس بدأت ترفع ب 50 نقطة أساس، ولكن في هناك تجاهل واضح لأنه أسعار الفائدة وتكلفة الفائدة مرتفعة أصلا، ولا تزال هناك آفاق مفتوحة لعملية تشديد السياسة النقدية، فبالتالي ذلك يضع ضغط إضافي إلى أن الدولار الأمريكي لا يوجد شيء يضعفه، إنما ضعفه مؤقت. رأيناه الأسبوع الماضي يحاول الارتفاع مرة أخرى، اللي ضغطوا بالاتجاه الهابط هو المينتس أو محضر اجتماع الفيدرالي الأخير، بدأنا نرى الدولار الأمريكي يتراجع بعده، ولكن أعتقد خلال التعاملات هذا الأسبوع والأسبوع القادم ممكن نشوف، وكل ما نقترب أكثر من موعد الفيدرالي القادم راح نشوف الدولار الأمريكي يعود للارتفاع مرة أخرى، لأنه تم تسعير رفعة 50 نقطة مسبقا في الأسواق. طيب سؤال أخير أستاذ رائد، عن الانهيار الذي شهدناه في سوق العملات الرقمية خاصة منصة الـ FTX والفضائح التي ظهرت بعد ما حصل الانهيار عن المدير والمالكين للمنصة، هل هذا الانهيار سيبقى مستمر؟ يعني كبار المستثمرين اليوم يبيعون وهناك تصفيات بالجملة، كيف من الممكن أيضا أن ننظر إلى مستقبل العملات الرقمية بعد هذه السمعة السيئة التي ظهرت بالنسبة لمنصة الـ FTX؟ يعني بلا شك ما يحدث هو يعني يوصف
بشكل كبير بأنه فوضى في العملات الرقمية. هذه الفوضى نتيجة غياب التنظيم، نتيجة عدم وجود خلفية حقيقية واضحة بالنسبة للمستثمرين وحتى بالنسبة للمؤسسين لهذه العملات، لأنه ما في عندنا بيئة يعني محوكمة، لا يوجد حوكمة لهذه الشركات بما ينبغي، بما يعكس حقيقة للمستثمرين أنه راح يكون في عندي استقرار. ولكن هذه هي طبيعة العملات الرقمية، هي أصلا هذا إذا تم وصفها بأصول مالية أو أصول رقمية فهي بطبيعتها تكتنفها المخاطرة، تكتنفها الابتكار، السرعة في الاستثمار بها، السرعة في التخارج منها، سرعة التذبذب والتقلب الذي تشهده أسعار هذه العملات هو أمر طبيعي بالنسبة لها. بالتالي نحن عدنا إلى نفس المستويات التي بالنسبة للبيتكوين التي كنا عليها في عام 2020، ولكن نستذكر دائما أن العملات الرقمية كانت يعني تهبط بشكل كبير ومن ثم تعود للارتفاع مرة أخرى مع أي بوادر إيجابية ومع وجود الرغبة بالاستثمار. لا ننسى أنه في عندي بالنسبة للمستثمرين أصلا يمرون بمرحلة من العزوف عن المخاطرة بنتيجة أنه في عندي عوائد خالية من المخاطرة، وهي الفوائد بدأت ترتفع بشكل أكبر. بالتالي حتى المنشآت العادية والاستثمارات العادية بدأت تواجه يعني تنضب مصادر السيولة فيها نظرا لوجود عوائد خالية من المخاطرة بشكل مرتفع نسبيا يعوضها عن الدخول في أي مخاطرة. فهذه هي نفس الجزئية كمان نحن عم نشهدها، ممكن نشهدها بأسواق الأسهم، وهو الانسحاب التدريجي. كل ما رفعت أنت أسعار الفائدة كل ما وفرت الفرصة الخالية من المخاطرة بالنسبة للمستثمرين، وبالتالي يتم الانسحاب التكتيكي من هذه الأصول. حتى الآن هي تحت الضغط، ولكن إنه راح تنتهي ما لا نعتقد أنه هذا الأمر موجود. طبعا خلال التاريخ البسيط الذي درسناه عن هذه العملات الرقمية هي تمرض ومن ثم تعود مجددا. شكرا جزيلا لك أستاذ رائد الخضر، كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي، كنت ضيفي في هذه الجولة من دبي عبر السكايب. شكرا جزيلا لك.